ولنقاش الملف السوداني ينضم إلينا من بيروت المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين إسماعيل تاج عبر سكايب. أهلا بكم سيدي. أهلا مرحبا بك وبالمشاهدي الميادين في كل مكان. قناة الرافدين، كيف تقيم سيد تاج دعوات الجيش للسودانيين اليوم بعد الإعلان عن اعتقال البشير؟ مرحبا مرة أخرى بالرافدين وبمشاهدي الرافدين في كل مكان. ما جاء اليوم من أمر في اعتقال البشير، نحن لا نعتبر أن البشير هو النظام، البشير هو جزء من النظام، صحيح هو كان قائد للنظام ولكن ما زال النظام بكل شرائحه وبكل مفاصله موجود ويعمل في الساحة السياسية، لذلك سوف تستمر الاعتصامات وتستمر التظاهرات في كل أنحاء السودان في الخرطوم حتى يتم تلبية كل مطالب هذه الثورة وعلى رأسها إزالة كل نظام البشير. نحن في تجمع المهنيين السودانيين نعمل من أجل أن تصل الرسالة إلى الجميع. كنتم أيضا في المعذرة على المقاطعة سيد إسماعيل، أنتم في تجمع المهنيين رفضتم مع المعارضة السودانية ما وصفتموه بالانقلاب العسكري، ما مدى خطورة تلك الدعوات لمرحلة انتقالية على الوضع العام في السودان؟ هي خطورتها في أنه هي تعمل على الالتفاف على مطالب الجماهير وتعيد إنتاج نظام البشير، نظام الإنقاذ في صورة أخرى، صورة كربونية، وتعمل على إنتاج ذات الأزمات واستمرار ذات النهج القمعي، نهج الفساد، نهج الاحتكار، نهج التمكين، ونهج إقصاء الآخرين، واستمرار الحروب والنزاعات التي أشعلها البشير ونظامه. هذه هي الخطورة، وكذلك زعزعة استقرار الدول المجاورة، لأن البشير ونظامه كان يعمل على زعزعة استقرار كل الدول المجاورة والدول المحيطة، ويعمل على اللعب على الحبس بين كل السياسات الإقليمية، وحتى يستطيع أن يبقى في السلطة ويتفادى القبض عليه بواسطة المحكمة الجنائية الدولية التي تطارده لما ارتكبه من انتهاكات جسيمة في دارفور، حيث حسب أضابير وحسب ملفات الأمم المتحدة قام بقتل أكثر من 300 ألف مواطن مدني في دارفور إضافة للانتهاكات الأخرى. فلذلك من الخطورة بمكان استمرار هذا الوضع الجديد، لأنه هو استمرار لنفس النهج السابق، النهج القديم الذي مزق السودان، قسم السودان، وعمل على انهيار الاقتصاد السوداني، وعمل على انهيار حتى سمعة السودان وسط الجيران، دول الجوار ودول المحيط الإقليمي، وفقد السودان مكانته في المحيط العالمي. هذا حتى الآن، حتى هذا الذي تلت بيان هو لديه مطلوب، يعني أو هو في القائمة التي تصدرها الولايات المتحدة، فلا يستطيع أن يقوم بعمل سيادي تحت كل الظروف، يعني نفس القيود التي كبرت البشير قبل هذا الرجل، وهذه هي المفارقات. لذلك هو يعني التصاق الثورة ويعني لإنتاج نظام الإنقاذ. نعم، في هذه النقطة بالحديث عن المؤسسة العسكرية وخطابها اليوم، ما انعكاسات تعطيل الدستور؟ يعني كيف سينعكس على الواقع السياسي وعملية الانتقال السلمي للسلطة الذي يتطلع إليه المتظاهرون؟ هذا من الخطورة بمكان، لأنه حتى الرئيس المخلوع البشير عندما أعلن حالة الطوارئ في 22 من شهر فبراير من هذا العام لم يعطل الدستور ولم يعمل على، لأن الدستور يحتوي على وثيقة مهمة جدا تسمى وثيقة الحقوق، أي حقوق الإنسان، وثيقة حقوق الإنسان، وبها كل الحقوق المذكورة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي انضم إليه السودان في عام 1986. وهذه هي خطورة هذه المسألة. ومن المفارقات أنه عطل الدستور، والآن وصلتنا المعلومات أنه أدى اليمين الدستورية، فهي يمين دستورية
غصم على حمايته دستور اذا كان هو عطل الدستور. فيبدو الارتباك واضح في ذهنيه هؤلاء الناس، لان هدفهم الاول والاخير هو الاستمرار في الحكم والمحافظه على الوضع القديم باي صوره. هذا يقودنا ايضا الى طرح سؤال، الى اي مدى الاعلان عن اعتقال البشير هو انتهاء فعلي لنظامه؟ نحن لا نرى ذلك بالطبع، لان حتى الان المؤسسه الحاليه هي امتداد للبشير، كما ان المؤتمر الوطني الذي قام على اكتاف الشعب السوداني وقام على اكتافه وموارد الدوله هو لم يتم حله، ولم يتم حتى الان مصادره مراكزه ومؤسساته وامواله. فلذلك من لا نستطيع ان نقول ان اعتقال البشير يكفي، هذا هو الراس، هذا هو ذره من بحر كبير يجب التعامل معه كله ويجب تنظيفه كله. فلذلك لا نعتبر ان اعتقال البشير هو نهايه المطاف، كما انه لا توجد اي مؤشرات بان هنالك سيد اسماعيل معرفة مدى تورطه في ارتكابه اي انتهاكات لحقوق الانسان. نعم، كيف تقيم ردود افعال المجتمع الدولي؟ ان كنت تسمعني سيد اسماعيل، ان كنت تسمعني، ما هو تقييمكم ما هو تقييمكم لردود فعل المجتمع الدولي حيال مجريات الاحداث اليوم من حيث دعم الحراك الشعبي؟ هو هذا الحراك بدا سودانيا ولم يتلقى دعم اقليمي او دولي، ولكن الان رشحت تلك المعلومات من الولايات المتحدة التي تدعو إلى انتقال حقيقي وسلمي. الاتحاد الأوروبي أيضا رأى أن هذه المسألة يجب أن تستمر من أجل مدنية المؤسسات والدولة. الشيء القوي جاء من بريطانيا أيضا على لسان وزير خارجيتها، حيث قال أنه يجب الإسراع بتحويل المسألة إلى مسألة مدنية وإشراك المدنيين وعدم إطالة هذه الفترة الانتقالية. هنالك مؤشرات يمكن البناء عليها من حيث التوجه المدني وعملية إتمام الثورة السودانية وعملية إزالة نظام بشير كلية وإزالة تبعاته المرهقة التي أرهقت السودان ومنعت السودان حتى من التمثيل على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي. نعم. البشير لا يستطيع أن يشارك في أي مؤتمر خارج نطاق دول معينة في أفريقيا، يعني لا يستطيع أن يذهب إلى الأمم المتحدة، لا يستطيع أن يذهب إلى أوروبا، لأنه متطلب مطارد جنائيا. فلذلك المجتمع الدولي رحب بعض الدول بهذا التحول وطالبت يتم التحول إلى مسألة مدنية والخروج من إطار عسكرة هذه الفترة الانتقالية. الصورة التي أعلنها اليوم أبن عوف وزير الدفاع على الرئيس المخلوع البشير. شكرا جزيلا لك، المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين إسماعيل لتاج، كنت معنا عبر سكايب من بيروت.